موضوع جديد تماما، احنا مختلفين وما احنا زي بعض. دايما بقول الابراج التي لا ترضى اطلاقا بالحب التقليدي، يعني لازم اثارة، لازم جنون، لازم مغامرة، لازم مفاجآت. عارفين الزواج اللي احنا بنقول عليه تقليدي، ابراج ما تطيقش حاجة اسمها زواج تقليدي او ارتباط تقليدي او حب تقليدي. يلا بينا. برحب بأجمل ناس في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. وريت جيت كالعادة عرفنا بنفسه، رحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك، ده عشان يفضل متواصل معانا على طول. وتوقع، وكله يكتب في التعليقات يتوقع برجه في المركز الكام، ومين أذكى كالعادة يقول لنا هتوقع من المركز الأول. كالعادة أنا بقرأ كل تعليقاتكم. في المركز الـ12 الثور رجل أو امرأة، يعني ما عندوش مشكلة، ما احنا بادئين من الأقل للأكثر، من الأقل للأكثر. الثور في المركز الـ12، الطور عقلاني ويوزنها ويحسبها ومفيش أي مشكلة. وما تجدش النقطة دي مزعجة أو فارقة قوي في علاقته. في أبراج لازم نجنن بعض، لازم يبقى في إثارة، لازم مغامرة، لازم مفاجآت، لازم نلف، لازم ندور، لازم نروح، لازم نيجي. الطور لأ، ده ما يستهوش قوي. في المركز الـ11 اخوه الجدي الترابي، ايضا نفس الفلسفه في الموضوع ده تقريبا واحده. ما عندناش مشكله مع الحب التقليدي او الارتباط التقليدي، او على الاقل مقارنه ببقيه الابراج، يعني الموضوع عندها مش اوفر قوي او مزعج قوي، مش زي مثلا رباعي خط النار اللي بيتصدروا الترتيب والتصنيف ده. مين توقع الاربعه دول في حلقه النهارده؟ عشان بقى ناخد البرج اللي هو قبل الاخر الابراج اللي في منطقه وسطى، ننتهي من الاخوه الترابيين تماما، العذراء. العذراء والطور والجدي مبادئهم ثابته، وصعب جدا تغييرها، وصعب جدا اقناعهم بتغييرها، والجنون مش مطلوب، والمغامره والاثاره والتنطيط والمفاجآت وي وي. وتقريبا هم اكتر مجموعه في الابراج ما عندهاش مشكله مع الحب او الزواج او الارتباط التقليدي. هنبدا بقى ان احنا ندخل في منطقه وسطى ونخش في الجد اكتر واكتر، ولكن كالعاده اقول يا ريت ندوس لايك ونشير لو شايفين الحلقه دي مفيده توصل لبقيه اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشارات. الحمل في المركز التاسع، اذا برج الحمل رجل او انثى يعتبر في منطقه وسطى في الموضوع ده، يعني ما عندوش ولع كبير قوي برفض الموضوع ده او عدم قبله نهائيا، يعني ممكن يجلس على طاوله المفاوضات في الموضوع ده. ابراج القمه نيفر تكره تماما حاجه زي كده. الحمل في منطقه وسطى في المركز التاسع معانا، يعني الموضوع ما فيهوش مشكله ان احنا نجرب، ان احنا نشوف، ولكن لا هو زي اللي سبقوه ولا زي اللي هيجوا بعده. مركز اعلى في الترتيب والتصنيف، مرتبه اعلى، العقرب المائي، بدانا نخش في الجد ايضا في منطقه وسطى. يحسبها، والعقل مطلوب والاتزان مطلوب، والجنون والمغامره والمجازفه والمفاجآت مش مطروحه قوي، مش مطلوبه قوي، مفيش مشكله، مش هتفرق معانا قوي. العقرب يقول لك كده. نخش في الجد اكتر واكتر ونعلى في المراكز اكتر واكتر، نوصل للمركز السابع هنلاقي السرطان المائي، وبدأنا بقى نخش في الجد، بدأنا بقى نخش في التقيل شوية شوية كده. السرطان في منطقة وسطى مش هيضرب ولا هيزاحم رباعي خط النار ولا هيجي في المراكز اللي تحت، يعني نقدر نقول 50-50، 50-50 كده ماشي، وكده ومفيش مشكلة، كده حلوة قوي، كده ما يضرش قوي. بس هو فين؟ لو وجد ندوس نروح، ما وجدش مفيش مشكلة ان احنا نألف في الجهة الاخرى او في الجانب الاخر. هنعلى، هنوصل لبرج دلوقتي اعلى في المراكز اللي هو في المركز السادس، ونلاقي برج الحوت. مع برج الحوت يعتبر اخر الابراج اللي في منطقة وسطى، وان كان الحوت يميل للقمة شوية، والحب التقليدي هنا يبدأ يزعجه بشكل ملحوظ، بشكل مزعج عند برج الحوت. انما الخمسة الاوائل دول اللي اطلاقا ما يطوش حاجة اسمها حب تقليدي ابدا او ارتباط تقليدي، اولهم الميزان في المركز الخامس، من اشد الابراج معارضة لهذا المسمى او هذا المصطلح او هذا الاسم. لا اطلاقا، ابعدني
الميزان يقول لك ابعدني عن اي حاجة تقليدية، ما بالك لو كان الحب اللي هو من اهم الاشياء في حياتنا، ما حبوش، ما يستهونيش، ما يعجبنيش، ما يشدنيش، ما يجذبنيش. الميزان كده ورباعي خط النار برضو كده. مين توقع اول برج معانا في رباعي خط النار هيكون مين؟ ده اذا كان ده حال الميزان عامل ثورة على الحب التقليدي، فما بالكم بالمركز الرابع القوس. في المركز الرابع هتخنقني، هيجيلي خنقة، هنتحر، صدقني. اوعى ان انت تجيب يعني الابراج القوس دلوقتي. اتخيل انا حالهم وهم بيسمعوني يقولوا خنقتنا وانت بتقول كده. اوعى تقول ابدا ان احنا ممكن نقبل بحاجة زي كده او نرضى بحاجة زي كده. الحياة جنون ومجون وانطلاق ومفاجآت وإثارة ومغامرات. حب تقليدي ايه ده؟ لا، مش هنجلس اطلاقا على طاولة المفاوضات. انت غلطان، انت ما تعرفناش الا كالعادة لو قوس مضروب. زي دايما ما انا بقول، هنخش في الجد اكتر واكتر، هنلتقي ونوصل لبرج في المركز الثالث. اعلى مرتبة من القوس هو الدلو الهوائي. نيفر اطلاقا. ده الدلو ده ممكن يتأخر في الارتباط تحديدا عشان حاجة زي كده، عشان المتاح قدامه التقليدي. الدلو رجل او انثى ممكن يتأخر في الحب او الارتباط عشان ما لقاش غير التقليدي. تخيلوا، اذا هو واحد من اشد الابراج معارضة لهذا المسمى او هذا المصطلح. انما في المركز الثاني في برج اقوى واشد واعلى مرتبة من الموضوع ده او من الدلو في الموضوع ده، وهو الاسد الناري. الثورة يقلب تنين ويطلع نار من بقه برج الاسد. إذا أنت أجبرته على حاجة زي كده أو طرحت عليه مسمى زي كده أو حاولت إن أنت تشده أو تجره لحاجة زي كده مع الأسد، لا يجوز إطلاقا. كمان هقول مفاجأة في النهاية مع أبراج القمة دي، لو حصل حصل يعني، وفي استثناءات وكان الحب التقليدي هو المكتوب عليهم فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي. لا، مع الأسد ما ينفعش الكلام ده. بينما متصدر الترتيب والأبراج كلها هو الجوزاء الهواء، أكبر المعارضين لحاجة زي كده ويتجنن قوي، لا يقبل إطلاقا. إذا حصل بقى وأبراج القمة دي اتفرض عليها حاجة زي كده، غالبا ولكل قاعدة استثناءات، ما تبقاش مرتاحة، تعمل ثورة، تحس إن ناقصها حاجة، تحس إن هي اتخطفت، أنت خطفتني، لا مش ده اللي كنت بحلم بيه، مش ده اللي كنت بتهيأ له وبستعد له وبجهز له، أنا كده اتخذت، أنا ما خدتش حقي. مش ممكن لو يرجع بيا الزمن، يا ريت يرجع بيا الزمن. وكلمة يا ريت ما بتعمرش بيت زي ما احنا عارفين. لذلك كن حريص جدا إيه لو انت برج من ابراج القمة وعرفت طباعك دلوقتي، إيه ان طباعك مختلفة، مختلفة جدا في الموضوع ده. وممكن اللي من بره ما يعرفش يحكم قوي، هيحكم قوي في حلقة النهاردة ويكتب لنا في التعليقات اللي جرب بقى، اللي تعرض من ابراج القمة لحاجة زي كده هيقول الراجل ده فعلا معاه حق، قال اللي انا كنت عايز اقوله. هستنى ارائكم، هستنى تعليقاتكم. اي حد غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده نصاب، اعمل له ابلاغ على طول والغوا الاشتراك الانستجرام، قنواتنا التانية، كل ده في وصف الفيديو او في التعليقات. وان شاء الله موعدنا بكره.